احنا متفائلين ان شاء الله. ان شاء الله اكيد كان هيبقى فارق. بس عايز اروح لنقطه المدير الفني. المدير الفني برضو كلمنا كابتن محمد عن المدير الفني لمنتخبنا، اعتقد هو القايمه 20 لكن هو ضم 23 يعني 23 في القايمه، لكن القايمه الرئيسيه هتبقى 20 لاعب. بس ايه الحاجات اللي ممكن خلاص البطوله قربت النواحي، هل هيشتغل على نواحي بدنيه اكتر ولا نواحي فنيه؟ عملنا مباريات وديه بشكل جيد، كسبنا اليابان مرتين. ايه هيقول ايه فرقتنا قبل يمكن ايام قليله جدا من انطلاق البطوله يعني. لا انا هالي العامل البدني حاليا دلوقتي مش هشتغل طبعا على العامل البدني دلوقتي، هيبقى اكتر الشغل فني، هيبقى اكتر الشغل ازاي هيشتغل على نقاط القوه والضعف اللي هيتكلم عليها، رؤيه المنتخبات اللي انت حضرتك هتلاعبها، بيحط بقى سيناريوهات للمباراه. خلاص هو بيتهيألي دخل دلوقتي اجواء البطوله، خلاص احنا هنلعب بعد بكره اول ماتش ان شاء الله الافتتاح، فهيبتدي الدراسه الفنيه. لان خلينا برضو نتكلم بكل وضوح زي ما بيقولوها كده، اللي ذاكر ذاكر. دلوقتي هنتكلم في اي شغل انت هتضيفه دلوقتي، بل بالعكس انت كل الشغل اللي اشتغلت عليه الفترات اللي فاتت سواء تدريبيه سواء مباريات وديه، لان احنا بنعمل التدريب او المباريات الوديه دي اعتقد حتى مع النتيجه المكسب كل مدرب او برونده طبعا مع المنتخب الوطني بيبقى ليه اهداف من كل مباراه. يعني انا ممكن انا كمدرب ممكن اكون رايح مباراه المكسب طبعا مهم، ولكن انا بيبقى ليا شغل معين عايز اطبقه عشان اطلع بالنتيجه انا وصلت لايه في الشغل اللي انا عايزه. سواء لان زي ما احنا عارفين يمكن الاتحاد المصري لكره اليد لما تعاقد قبليه مع ديفيد برضو كان اسباني وبرونده اسباني. فاحنا النهارده انت بتخاطب المنتخب الوطني الاول والمنتخبات الشباب والناشئين، انت بتحط مدرسه او طريقه لعب بتعتمد مثلا على، مش عايز اخش في حته فنيه قوي، ازاي بنخش على على مسارات اللعيبه وعلى قطع مسار الكوره وازاي الوقفات في الملعب، فالكلام ده ما بتطوروش. هي ده استكمال رساله، مثلا جاب اشتغل مع مدرب اسباني فتره كويسه وصلنا لثامن عالم، جاب مدرب ممكن يكون امكانياته اعلى شويه منه فشغال عليه، فمش عايز اخرج بره النطاق اللي احنا حضرتك بنتكلم فيه. فاعتقد الشغل اللي هو اشتغله طبقه شافه وصل لفين، هيبتدي يشتغل امكانياته، كل الشغل اللي هيشوفه دلوقتي هيبتدي يدرس كل فريق. وطبعا ده اكيد برضو حاصل، مش لسه طبعا هيدرس، اكيد شايف المنتخبات كويس، هيحط السيناريوهات بتاعت المباراه بتاعته، طبعا هيمشي مباراه مباراه ان شاء الله، يعني لان بطوله العالم هي مش مباراه واحده، مشوار طويل. بالظبط مشوار طويل.